المنظومة بها تقنيات حديثة حقيقة. أي. في أول مرة تدخل بالعراق اللي هي لها القابلية على كشف أرقام العجلات المطلوبة من خلال قاعدة بيانات رصينة موجودة للعجلات اللي مطلوبة رأساً من خلال الشاشة. يمكن تلاحظ جنابك هذه العجلة إذا دخلت الشاشة الأولى البلع زاوية اليمنى العليا. أي. رأساً يظهر الرقم لأي سيارة. هسه هاي السيارة الصفراء تاكسي طلع عندك الرقم، هاي السيارة الزرقاء اللي دخلت طلع رقمها. عندنا منظومة بحث أي رقم عندك جهة أمنية استخباراتية تقول أريد هذا الرقم مال السيارة منين دخلت وش وقت طبت وأريد ننقل القبض عليها. رأساً نطلع له المنفذ اللي جت به وننقل القبض عليها، وإذا كانت البيانات سابقاً عندنا فهي تلقى القبض عليها بالسيطرة. سيادة العميد، هاي المنظومة قد تغطي من كربلاء، محيط كربلاء، سنتر كربلاء، كل كربلاء؟ حقيقة سيد المحافظ ما يعني مستمر بدعم المتواصل. فالمرحلة الأولى كانت تشمل مركز المدينة ابتداء من السيطرات الخارجية وصولا قضاء الهندية وقضاء الحسينية ونصف الطريق الخاص بالمحور الغربي. المرحلة الثانية إن شاء الله راح تكمل توصل العين التمر وباقي الأقضية والنواحي والأحياء والمناطق المهمة في المحافظة. طيب خليني أحكي شوية سيد قائد الشرطة. الجزء الثاني من التقنية إذا تسمح لي أوضح لك إياها. الجزء الثاني هو كشف وجوه المطلوبين. يعني هاي التقنية حديثة تستخدم في الدول المتقدمة، دخلناها هذه التقنية في منظومتنا اللي هي بالإمكان أي شخص أنا عندي قاعدة بيانات بالصورة مالته مطلوب للعدالة. أي. يمر من خلال سيطراتنا الخارجية يمكن إلقاء القبض عليه، مثل ما تشوف جنابك هذه السيطرات وهذه الصور تظهر للعجلات، وأيضا نصبناها في ممرات تفتيش الرجال والنساء. هاي سيادة العميد؟ نعم. هاي. نعم. هسه هاي الوجوه اللي تظهر أمامك هي مرت أمام أي كاميرا بالسيطرة. هاي. الوجوه اللي منها هذه. أي. إذا كانت هذا الوجه أو الصورة مطلوب للعدالة رأساً يعطينا تنبيه ويقول ألقوا القبض عليه، وعندنا مفارزنا وأيضاً نقطة في السيطرة نفسها. زيادة مثل هاي الحالات سيادة العميد صارت؟ الحمد لله يعني عندكم نحقق نتائج بها وندعم بيانات. احنا عندنا العام يعني وصلنا إلى 104 قضية دعمنا بها القضاء. أي. يعني الحمد لله ومنظومة يعني جيدة فعالة، بس تعتمد على قاعدة البيانات حقيقة. كل ما الأجهزة الأمنية تعطينا بيانات أكثر احنا نكون متمكنين أكثر. هذه اللي قبالك الصورة هي قضاء الهندية اللي فوق بالوسط اللي فوق. هاي قاعد أتأمل لك صورة قضاء الهندية وقاعد أشوفه عندنا مواقع محيطة في القضاء عامة والتقاطعات المهمة. قل لي هاي تتم مراجعتها تحلل هذه اللي موجودة سيادة العميد؟ نعم تفضل. هذه هسه اللي موجودة شلون يتم الانتباه على حالة أو اكتشاف حالة؟ نعم. زين مثل قضية مخدرات، قضية تهريب، قضية ممنوعات، شلون يتم الكشف عنها من خلال هذا؟ نعم. احنا بالنسبة للكاميرات مثل ما بينت لك المنظومة هي يعني انت تدخل المعلومات فيها مثل العقل البشر، انت تخلي له تقول له هذا مطلوب يلقي القبض عليه، يعطيك دلاله على القاء القبض، سياره مطلوبه ينطيك. بقت امور الاستخبارات اللي عامله واجهزه كشف المتفجرات في السيطرات موجوده ومفارز الكيناين من خلال التفتيش بالسيطرات. فبالنسبه للسيطرات الخارجيه، سيطرات تتمتع بعناصر مختلفه متنوعه من الاجهزه الامنيه، كل واحد يؤدي دوره بشكل متميز. وعندنا أجهزة كشف متفجرات حقيقة وأجهزة. زين هنا أكو كاميرات قريبة من محيط الإمام؟ نعم. ما شفتها هنا إذا الشباب يشوف. بالنسبة إن إحنا عندنا منظومة. أي. منظومة متكاملة هي للعتبات المقدسة نفذت من العتبة الحسينية والعباسية، وأكو تنسيق جيد وعالي بيناتنا للاستفادة من تبادل المعلومات. وأي قضية رأساً ندخل بياناتهم ويستفادون من بياناتنا، أكو تعاون كبير. تعاون. نعم كبير. زين هسه هذا إيش قد قدر ساهم باكتشاف الجريمة؟ نعم. أنا أسمع من السيد القائد. نعم. ومن السيد المحافظ إنه الجريمة ما تطول ساعات إذا حصلت. حقيقة. يعاونكم هذا النظام؟ حقيقة من تجينا معلومات من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. أي. رأساً تقوم مفارزنا بتتبع أي معلومة. يعني إذا حالة سرقة سيارة مثلاً. أي. إحنا بس يجينا خبر على 104 إنه شخص انسرقت سيارته. أي. ما تشوف مفارزنا وكاميراتنا انتشرت وتتبعت الحالة والمسار إلى أن تطلع معلومة هاي السيارة في المكان المحدد وتلقي القبض عليها الدورية في تقطعها. يعني مجرد يعني ما طول، مرات دقائق ومرات ساعة. إن شاء الله موفقين. الحمد لله. أنا أشكرك سيادة العميد. الله يعزك.